اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه المتابعه الاخباريه على شاشه النيل للاخبار، وبالطبع المستجدات الهامه في مصر، حيث منذ قليل اصدر السيد الرئيس عدد من القرارات الهامه بالطبع لتخفيف الاعباء المعيشيه عن المواطنين. القرار ياتي في اطار اكبر حزمه اجتماعيه من الحمايه الاجتماعيه يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر القادم. الحزمه تتضمن رفع الحد الادنى للاجور بنسبه 50% ليصل الى نحو 6000 جنيه شهريا، وكذلك وجه الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح ما بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية. كذلك وجه الرئيس برفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 جنيه، وبالطبع حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقدر 50 جنيه لكل درجة ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة بتكلفة تقدر بنحو 37.5 مليار جنيه. كذلك تم تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 1120 من المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، 15 مليار جنيه زيادة إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين في التعليم الجامعي وقبل الجامعي، تتراوح الزيادات ما بين 325 جنيها إلى 475 جنيها، 1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، 4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح ما بين 250 إلى 300 جنيه بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% بدل السهر والمبيت، و 15% زيادة في المعاشات ل 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 74 مليار جنيه. وكذلك هناك زيادة في معاش تكافل وكرامة في العام 2025-2024 بتخصيص 41 مليار جنيه إضافي، رفع الحد الإعفاء الضريبي لكل العاملين في الدولة. طبعا حزمة مهمة جدا من القرارات الاقتصادية اتخذها السيد الرئيس منذ قليل، تطبق بإذن الله بداية من الشهر القادم. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا على الهواء دكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان. دكتور عمرو برحب بحضرتك. تحياتي لحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا دكتور عمرو. دكتور عمرو، الحقيقه طبعا يعني ما قيل منذ قليل من السيد الرئيس والتصريحات والقرارات الهامه التي تم اتخاذها منذ قليل يدل ان هناك يعني معرفه ومتابعه تامه لمجريات الامور في الشارع المصري، وهناك تلبيه ايضا لطلبات المواطنين بعدد من الطلبات. الحقيقه السيد الرئيس فاجانا منذ قليل بهذه القرارات الاقتصاديه الهامه، قراءتك فيها دكتور عمرو؟ يعني احنا مصر بتعيش أزمة اقتصادية كبيرة وطاحنة نتيجة لتداعيات اقتصادية عالمية ومؤثرة جدا على كافة دول العالم، من أكبر الاقتصاديات في الولايات المتحدة والصين حتى مرورا بكافة الدول النامية، سواء في أسعار الطاقة والوقود، من أزمة كورونا انتقالا إلى الأزمة الاقتصادية الأوكرانية، ثم الوضع الإقليمي المتوتر جدا والعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وبالتالي ده انعكس بدوره على معدلات التضخم والأسعار في مصر. ويمكن القضية الاقتصادية الأولى اللي رجل الشارع وكل المواطنين بيعانوا منها هي فكرة ارتفاع الأسعار، وبالتالي في الحقيقة يمكن عودتنا الحكومات المتتاليه من 2014 دائما هناك توجيهات رئاسيه لها ب استباق الاحداث من خلال دعم يقدم للطبقات والفئات الاكثر احتياجا. طبعا دائما العاملين في الجهاز الاداري للدوله والموظفين واصحاب المعاشات هم الاكثر معاناه من التضخم ومن ارتفاع الاسعار، لان هم اللي ما بيقدروش يعدلوا دخلهم زي اصحاب المهن الحره او المستثمرين واصحاب المشروعات، وبالتالي شفنا اكثر من زياده للحد الادنى للاجور. ويمكن خلينا نقول ان خلال
آخر 5 سنوات نسبة وقيم التضاعف اللي حصل للحد الأدنى للأجور يعادل كل ما حدث من زيادات في الأجور في 100 سنة السابقة. أيضا توجيه هذه الحزم في هذا التوقيت بيتماشى مع ما حدث في أزمة الدولار خلال الأسبوعين الماضيين وما سيحدث خلال الفترة القادمة من إعادة توجيه الأولويات في المشروعات القومية، ترشيد الإنفاق وترشيد المكون الأجنبي وترشيد الإنفاق الحكومي بشكل عام، تجديد السياسة النقدية الأسبوع اللي فات برفع سعر الفايدة. أعتقد أن لدينا خلال الأسابيع القادمة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الجوهرية علشان نقدر نستعيد معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات التنمية الاقتصادية اللي كانت موجودة قبل هذه الأزمات المتلاحقة. وأعتقد أن احنا تعودنا دائما من القيادة السياسية على الاهتمام بالفئات الأكثر رعاية، وشوفوا ده بيحصل في أكثر من مناسبة وأكثر من موقف. وأعتقد أن هذا الدعم وهذه الحزمة لن تكون الأخيرة. صحيح أن ده بيأتي وده لازم نبقى فاهمينه كمواطنين، أن لدينا عجز كبير في الموازنة العامة للدولة، وأن مثل هذه الحزم والنفقات بتؤدي إلى مزيد من العجز وبالتالي مزيد من الاستدانة. احنا في دولة تقريبا كل طلعة شمس عندنا حوالي 2.5 مليار جنيه عجز في الموازنة، ورغم ذلك يكون لدينا هذه الحزمة وهي الأكبر في تاريخ الموازنة العامة المصرية على الإطلاق، على إطلاقها منذ إنشاء الدولة المصرية الحديثة، بما يمثل ذلك من 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 أعباء أخرى وجديدة. ولذلك زيادة الإنتاج، تضافر المجتمع المدني والإعلام مع قطاع الأعمال ومع القطاع الخاص المصري، الحكومة لوحدها مش هتقدر تعمل كل حاجة. احنا الحكومة يمكن أن تخفف من حدة الأزمة، يمكن أن تدعم الفئات الأكثر والأولى رعاية، إنما الاقتصاد لا ينهض إلا بالجميع. الاقتصاد لا يمكن أن يتحسن بالحكومة وحدها أو بالقطاع الخاص لوحده، وإنما المشاركة اللي ممكن تكون موجودة للحكومة من خلال السياسات، القطاع الخاص من خلال الإنتاجية، كذلك المواطنين، وكما كان وسيظل بطل برنامج الإصلاح الاقتصادي الحقيقي والبطل في مواجهة الأزمات الاقتصادية الصعبة جدا جدا اللي احنا بنعيشها هو المواطن المصري، بوعيه السياسي أولا بما يلم بنا في المنطقة من مخاطر، ثم بثقته في قيادته السياسية ووقوفه خلفها والعمل والإنتاج في أحلك الظروف. احنا شفنا هذا الشعب يقف في أثناء جائحة كورونا ومعدلات النمو بالسالب في الدول المتقدمة، وكان لدينا معدلات نمو إيجابية ومشروعات لم تقف. أيضا في هذه الأزمة الإقليمية وفي هذه التداعيات الاقتصادية، أعتقد إن شاء الله المصريين قادرين على عبور الأزمة، وإن شاء الله بأمر الله مزيد من حزم الإصلاح وحزم البرامج الاقتصادية الواعية اللي تعيدنا إلى الطريق لتحقيق رؤية مصر 2030 إن شاء الله.
طيب دكتور عمرو، ايضا يمكن هذه الحزمه الاقتصاديه طال انتظارها منذ زمن. الحقيقه زي ما قلت في كلام حضرتك ان العالم يمر بازمه اقتصاديه كبيره، ومصر ليست بمنأى عن العالم، والجانب الاقتصادي يطال كل مكان، فبالتالي كان لابد من تدخل الحكومه بشكل عاجل لاحتواء الازمه الاقتصاديه وان تقف دائما في صف المواطن، وهذا ما حدث فعليا، وتم تلبيه يمكن احتياجات المواطنين باسرع وسيله ممكنه من خلال الحزمه الاقتصاديه، وبالتحديد التي ستدخل حيز التنفيذ بدايه من الشهر القادم. بالتأكيد دي زيادة محمودة جدا، زي ما بقول حضرتك دي ليست الزيادة الأولى أو الحزمة الأولى منذ بداية هذه الأزمات ومسلسل الأزمات العالمية المتلاحقة اللي بتقوم بيها بتوجه بيها القيادة السياسية، ولكن لازم نبقى عارفين إن لن يتم حل الأزمة الاقتصادية بهذه الحزمة وحدها. هناك مجموعة أخرى وهامة جدا من القرارات الاقتصادية، مجموعة من البرامج الأخرى الاقتصادية بتتم سواء على جذب الاستثمارات الأجنبية، زيادة الحصيلة الدولارية، الملفات الخاصة بالصناعة وال دعم الصادرات، الملفات الخاصة بدعم القطاع الخاص المصري. هذه الحزمة الموجهة للعاملين بالدولة رغم أهميتها هي جزء من مجموعة من البرامج الاقتصادية والسياسات الاقتصادية الجاري تصميمها، و يمكن مش من الحكومة بس. طيب دكتور عمرو، يعني لازم أسأل حضرتك، يعني طبعا في عقاب أي شيء مفيد للدولة أو يعني يصب في صالح المواطنين دائما ما تأتي الشائعات مباشرة بعد يعني بعد أي قرار مهم يخدم مصلحة المواطنين. طبعا كما معلوم يعني الشائعات لا تنتهي إطلاقا من مصادر يعني بتنوي يعني الشيء السيء دائما لمصر. الحقيقة المصادر مطلعة مصرية بتنفي ما تردد من شائعات مغرضة بأن قرارات الحماية الاجتماعية هدفها التمهيد لتحرير سعر صرف جديد، وتؤكد أن الشائعات هدفها التأثير على استقرار سوق الصرف بعد تراجع سعر العملات الأجنبية خلال الأيام القليلة الماضية. الخبر ده مهم جدا يا دكتور عمرو. تاني التوترات الإقليمية الموجودة والحرب على مصر اللي بقالها 13 سنة موجودة على الأرض من 2011 وما قبلها كمان في التمهيد لما حدث في 2011، جزء منها هو الإعلام أو الحرب الإعلامية، وهي سمة من سمات حروب الجيل الرابع والخامس. شفنا الدولة المصرية والجيش المصري في وسط هذه المعارك في 14 سنة اللي فاتت، شفنا دولة قوية موحدة، جيش قادر وشرطة على مواجهة الإرهاب، ونجحنا في حربنا على الإرهاب في سيناء، ناجحين في تأمين حدودنا رغم كل هذه التحديات. لكن لازم نبص لإخواننا في عديد من الدول في المنطقة اللي تفككت بسبب ان مثل هذه الشائعات ومثل هذه الطرق في الحرب الجديدة، لأن الشعب المصري بصفة خاصة وشعوب المنطقة العربية أدركت المؤامرات الصهيونية الموجودة وغيرها من المؤامرات أنه لن يفلح معها كسر الإرادة من الخارج، لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا عسكريا، وبالتالي انتقلنا لمرحلة زعزعة الاستقرار الداخلي. أصعب شيء وأصعب سلاح يستخدم في هذه الحروب هي زعزعة الثقة الاقتصادية، زعزعة الأمن والاستقرار الاقتصادي من خلال مجموعة من الأزمات اللي بعضها حقيقي وبعضها مفتعل، من خلال التشكيك فيما يحدث من إنجازات والتشكيك فيما يحدث من سياسات. الاقتصاد واحد من سماته الأساسية هي التوقع، لما يكون المواطنين متوقعين خير وموجة تفاؤلية، ده مش شعار إعلامي، ده بيترجم إلى استثمارات جديدة على الأرض، عمالة وتشغيل، معدلات نمو وفرص عمل،
الى اخره. لما تكون التوقعات تشاؤميه ولما يكون في تشكيك بكل الجهود اللي موجوده، هذه الحاله التشاؤميه بتترجم اقتصاديا الى توقعات تشاؤميه. نعم. فبالتالي نعم. التجار والمستوردين يسعروا نعم. باسعار مبالغ فيها جدا، فده يزود الاسعار، تزداد الازمات. وبالتالي دور الاعلام هنا هو دور مهم جدا، المجتمع المدني جنبا الى جنب مع الحكومه في محاربه الشائعات رقم واحد. رقم اثنين تدعيم برامج الاصلاح الاقتصادي. فكره التحرير الكامل لسعر الصرف هي فكره كما اكد كل المسؤولين في مصر لن تتم. ربما يكون هناك بعض الشيء في توقيت معين وفي مرحله معينه نحتاج الى مرونه في سعر الصرف، ولكن فكره التحرير الكامل هي فكره بالتاكيد مقصوده كليا. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عمرو طبعا لهذه المتابعة الوافية. دكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، وينضم إلينا دكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع والخبير الاقتصادي. دكتور وليد برحب بيك. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بكل المشاهدين الأخبار. دكتور وليد، قراءة حضرتك للقرارات الهامة التي اتخذها السيد الرئيس منذ قليل وتصب في صالح الاقتصاد ومصلحة المواطن أيضا. هو طبعا خلينا يعني نقول ان هذه الزيادات وهذه الحزمة الاجتماعية بتتم في ظروف صعبة عالميا وفي تحديات اقتصادية مصرية يعني تحديات كبيرة، الا ان السيد الرئيس ورغم التحديات بيفاجئنا بحزمة حماية اجتماعية اكبر من تخيل اي شخص. يعني هذه الحزمة بما تتضمنه من مزايا كبيرة ومن تكلفة كبيرة هي تجاوزت كل التوقعات. هذه الحزمة بتتميز أنها أيضا من حيث الشمولية فإنها تشمل كافة طوائف المجتمع. الجميع في المجتمع يمكن أن يجد لنفسه استفادة ما من هذه الحزمة. فإذا رصدنا الزيادة الكبيرة في حد الإعفاء الضريبي والذي ارتفع من 45,000 جنيه إلى 60,000 جنيه، ده معناه أن كل أصحاب الدخول الحقيقية في مصر سواء كانوا موظفين أو عاملين بالقطاع الخاص أو حتى مستثمرين ستتحسن دخولهم بهذه النسبة، حيث أن كل من يكون له دخل صافي 5,000 جنيه سيكون معفى إعفاء كامل. ثم ينعكس زيادة الإعفاء على خفض القيمة الضريبية على كافة شرائح المجتمع. ثم ننتقل الى زياده الحد الادنى لاجور العاملين بالدوله والهيئات الاقتصاديه. هذه الزياده الكبيره التي يعني التي وصلت الى 6,000 جنيه، هذا الرقم رقم كبير جدا، وكذا الزيادات التي لن تقل عن 1,000 جنيه فضلا عن زياده العلاوات وزياده البدلات. بالتالي فإن تحسين أجور العاملين بالدولة سوف ينعكس بالإيجاب أيضا على الصوت بأكمله، فأجورهم تذهب إلى مقدم الخدمات والتجار ومقدم السلع والمصنعين. لنجد أن أصحاب المعاشات لهم وجود أيضا في هذه الحزمة بزيادة 15% لأصحاب المعاشات وأصحاب حياة كريمة. هكذا نجد أن الجميع سيستفيد من هذه الحزمة بصورة كبيرة جدا. أشكرك شكرا جزيلا دكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع والخبير الاقتصادي. شكرا جزيلا لك دكتور وليد. وبالطبع مشاهدينا الكرام، يمكن القضية الفلسطينية دائما ما تظل هي القضية الأهم لمصر في الساحة الدولية، وبالطبع جولة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن في المنطقة الذي بدأها بمصر، وبالطبع زار قطر واليوم هو في إسرائيل تجد صداها اليوم ولابد من الحديث عنها بشكل كبير. وينضم إلينا الحديث حول هذا الموضوع دكتور أحمد عز الدين الكاتب الصحفي والمفكر الاستراتيجي. مشرفنا يا دكتور. أهلا وسهلا بك. معلش خدنا من الوقت بتاع حضرتك، بس قرارات اقتصادية مهمة جدا للسيد الرئيس اليوم. طبعا يمكن الوضع الداخلي مهم جدا وكذلك الوضع الخارجي برضو وضع مهم جدا. قرارات حضرتك لجولة بلينكن الخمسة في المنطقة، ويمكن هل ستكون مثلها مثل سابقتها من الجولات السابقة، أم ستكون هذه الجولة مهمة في ظل يمكن طرح حماس لأطروحة جديدة لوجود تهدئة طويلة الأمد بعض الشيء، ومصر وقطر تتناول هذا الملف بقوة يعني. شوف تفضل دكتور. حماس قدمت ورقة وهي ورقة تفصيلية للغاية ومتماسكة
وانا في تقديري انها مكتوبه بالدم اكثر مما تكون مكتوبه بالحبر. يعني بعد 125 يوم تقريبا من الهدم والاباده ومحاوله التهجير. الموقف الامريكي، شوف في فرق. الاستخدام الرائج في الاعلان الان ان هناك هدنه. تعبير الهدنه تقريبا يكاد ان يكون متطابقا مع ما قدمته حماس، بس ما يطرح امريكيا وما يطرح اسرائيليا هو اقرب الى التعبير اللي انت استخدمته دلوقتي، وهي انها تهدئه. الفرق بين الهدنه والتهدئه، الهدنه تقدر تعرف مواصفاتها بشكل دقيق جدا من نموذج يكاد ان يكون دبلوماسي مدرسي فيما وقعته مصر واسرائيل في عقب حرب 1948. وقعت مصر واسرائيل هدنة، اتفاقية الهدنة الموقعة كانت في ديباجاتها الرئيسية عدم استخدام القوة او التهديد بها او لجوء الى الحرب او فرض امر واقع الى اخره يعني، وتحيين حدود. هذه الاتفاقية ظلت صامدة، ثم وصل العرب الى لوزانا وعملوا اتفاقية اخرى هي جزء، وقعوا على اتفاقية الهدنة بعض الدول العربية. وكان الشعور السائد في المنطقة هو ان السلام قد استقر وقد انتهت الحرب. حد ان يادين كان هو الجنرال الاسرائيلي اللي بيتفاوض مع محمود رياض في هذا التوقيت حوالين الاتفاقية، وطرحوا طلبوا الاسرائيليين هل مصر تريد ان تحتفظ بلواء واحد في سيناء ولا بلوائين. وذهب محمود رياض، وانا سمعت ده منه شخصيا، الى قائد الجيش حيدر باشا. حيدر باشا قال له انا السلام قد وقع، فاحنا حاجتنا ايه ان نضع لواءين في سيناء؟ لواء واحد كفايه. واستقرت الامور حتى عام 54 عندما بدات اسرائيل في ضرب غزه. خلي بالك عندما نتحدث عن معركة الفلوجة مثلا في الحدود، فلوجة أقرب إلى شمال غزة، يعني كانت هذه هي حدود ضرب وإطلاق النار ساعتها. فأنا عايز أقول لك في النهاية، أنت تتحدث عن هدنة ولا تتحدث عن تهدئة؟ في الخطاب الأمريكي كله وفي الخطاب الإسرائيلي هناك حديث عن تهدئة. تهدئة بمعنى إيقاف مؤقت لإطلاق النار، عدم انسحاب القوات، بقاء يعني انهاء وجود المحتجزين لدى حماس، واطلاق سراح من في السجون، ثم بعد 4 أشهر تفشل المفاوضات ونعود مره اخرى الى صيغه اطلاق النار. لاحظ ان اسرائيل خلال الايام الثلاثه الماضيه وهي تقوم بقصف مدفعي وبالطائرات على حدود مصر في رفح، وكانها يعني تقدم تحديا إذا لم توافق حماس على شروط التهدئة وليس الهدنة. فاحنا قدام موقفين متباينين جدا. وحتى مما اضطر الامريكان وبلينكن في كلامه النبادي الى القبول بمسألة البحث عن هدنة الان، هو الوضع الميداني. يعني ان اسرائيل لم تستطع ان تحقق اي من اهدافها. هي مش بس استطاعت ان تصل الى الرهائن وتطلق سراحهم كما كان يعد نتنياهو منذ اول الحرب، وانما لم تستطع حتى ان تحدد مكانهم رغم كل القصف والتدمير والاباده الشماليه. المخرج الوحيد بالنسبه لامريكا واسرائيل، شوف الحرب دي من اولها محكومه اضافه الى اوضاعها الميدانيه المباشره كاستراتيجيه اسرائيليه او كتكتيك عسكري لحماس، محكومه بعنصرين، محكومة بعنصر الوقت ومحكومة بعنصر الردع. الأمريكان كانوا مسؤولين عن الردع، هم اللي بيتولوا أمر الردع الإقليمي كله، حتى تظل الحرب محتجزة في إطارها على أساس أن الوقت المخصص لهذه الحرب كما كان الإسرائيليون يعتقدون والأمريكان أيضا سوف تستهلك بعض بضعة أسابيع، ثم يستطيع الردع أن يمنع تدخل أي عنصر خارج مساحة القتال المباشرة. اللي حصل أنه بما حدث في باب المندب وبحشر القوات الأمريكية في محيط مائي ضيق، ثم بالضربات التي وجهها الجيش اليمني أو الحوثيون إلى الوحدات البحرية الأمريكية وآخرها وحدتين
امبارح اعلن بعد تكتم عن اصابتهما جزئيا او بشكل كبير الى اخره. فالردع الامريكي الحقيقه كاد ان يتهاوى، وبالتالي الاستمرار في هذا المسار بعد 125 يوما لا القوى العسكريه الاسرائيليه قادره على ان تؤمن مهمتها، ولا الردع الامريكي اصبح قادرا على انه يوقف المسائل ويمنع تدخل اطراف خارجيه منها. انت دلوقتي عايز ترمم الردع الامريكي اللي موجود في المنطقه، وعايز تعطي لاسرائيل فرصه ان تسترد رهائنها في يعني في مش بهدنه وانما بتهدئه لفتره محدوده 4 أشهر خلالها مفاوضات. بيان حماس اللي قدمته والورقه متكامله جدا، هيجري النقاش عندها، هل حماس هتقبل؟ هل اسرائيل هتقبل بهذا؟ انا رايي ان كره النار قد انتقلت الان الى الايدي الاسرائيليه. صحيح. وان اسرائيل ونتنياهو شخصيا في موقع صعب جدا. لما تيجي بقى تربط لي ده في النهايه، ومعلش ده كلام مهم، بان هناك مسارا للاعتراف بدوله فلسطينيه، وكانك تقدم شيئا جديدا متميزا لم يحدث من قبل. اذا كان نتنياهو نفسه في 2009 في كلمه مسجله له في جامعه بار ايلان في اسرائيل اعترف بدوله فلسطينيه. انت تتحدث عن اعتراف بدوله فلسطينيه وليس عن اقامه دوله فلسطينيه. في فرق. المصطلحات التي تقدم في الحقيقه مصطلحات يعني مطاطه للغايه ولا تعطيك شيئا في النهايه. هتقول لي اذا وصلت كره النار الى الارجل الاسرائيليه ما هو الحل؟ اسرائيل قدامها خيارات اخرى. اذا كان هذا الباب المفتوح الان او الذي فتح الان لن ينتهي الى قبول اسرائيل بشكل ما من الهدنه التي تنهي الاحتلال في غزه وتوقف اطلاق النار وتنهي الحرب وتسمح ايضا باعاده الاعمار وبادخال مساعدات بشكل كامل، فانت في النهايه اسرائيل ماذا ستفعل والولايات المتحده ماذا ستفعل في هذه الحاله؟ الخيارات الاخرى هو توسيع رقعه الحرب. في الحقيقه الضغط الذي يتم الان على الحدود المصريه بالطائرات وبالمدفعيه ليس يعني امرا عابرا، وانما هو يعني تهديد بمرحله قادمه لتحقيق الهدف الاستراتيجي من 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 الضربه الاسرائيليه ده من الضربات الاسرائيليه داخل قطاع غزه، وهو تهجير الفلسطينيين في النهايه، او ان تفتح جبهه اخرى شمالا مع حزب الله، او ان تدخل المنطقه كلها الان في طيب معركه. عشان الوقت بيتهمنا يا دكتور احمد، انا السؤال المهم، يعني الولايات المتحده الامريكيه كانت حريصه كل الحرص على عدم توسيع دائره نطاق الحرب او النزاعات في منطقه الشرق الاوسط، ولكن الان جبهات كثيره تفتح الان من قبل حتى الولايات المتحده الامريكيه نفسها وحليفتها بريطانيا في منطقه باب المندب. اذا اليمن دخلت على الخط، ربما تهديدات لايران، ايران تدخل على الخط يعني، وتهديدات من قبل اسرائيل من جديد. يعني احنا بنتكلم على توسيع كرة اللهب في المنطقة، يعني كرة الثلج تتدحرج والموضوع يزداد سوءا يوما تلو الآخر. رؤية حضرتك إيه للفترة اللي جاية؟ أنا بقول لك الخيارات اللي قدام الولايات المتحدة، هو أمريكا كانت ضد توسيع نطاق الحرب أو اتساع دائرة إطلاق النار بشرط أن يبقى الردع الأمريكي قائما ومحترما ومتماسكا. لما بدأ اليمنيون يطلقون صواريخهم على المدمرات وعلى الوحدات العسكريه في البحر الاحمر، انت معنى كده انك انت الردع يسقط بمجرد اطلاق النار. الردع له شروط، ان عندك قوه رادعه، انك عندك اراده لاستخدامها، انك مقنع الاخرين بهذا، وانك تستطيع ان تمنع الاخرين بمجرد طرح الردع من الرد عليه. لما بتتم الرد على الردع بالنيران ثم انت ترد على الرد بالنيران، معناها ان الردع قد سقط خلاص، انت داخل في مرحله مواجهه، يبقى الردع قد سقط. الردع على الاقل الامريكي في المنطقه تجرح شديدا، تجرح سواء في على حدود الاردن او داخل الاردن في بقصف البرج 22 او في العراق او في قواعد امريكيه في سوريا، والخسائر في القواعد الامريكيه كبيره في سوريا، او بالرد الاساسي بقى الجوهري اللي هو قام بيه الحسين في البحر الاحمر. فانت اضطريت انك انت تقوم بمجموعه ضربات في الاخر، ده الجيش الامريكي يعني، لكي ترمم ردعك.
صحيح. لكن جاءك رد آخر بعدها مباشرة يمكن في نفس الليلة وفي نفس التوقيت، معنى هذا أن ردعك لم يعد متماسكا. نعم. لاحظ حاجتين كمان، أنت داخل في انتخابات أمريكية ورضع داخل الولايات المتحدة الأمريكية شعب مختلف خالص. الأمر الثاني أن محكمة العدل الدولية أعطت مهلة شهرا لقدم إسرائيل أوراقها بما تصرفت به من خلال الاتهامات الموجهة إليها أو الوقائع الموجهة إليها في الحقيقة خلال شهر، ومعنى هذا أن حكم المحكمة بعد شهر قد ينتهي إلى قرار بوقف إطلاق النار أو بإدانة إسرائيل إدانة أكثر يعني مما أدانتها به في بيانها أو في حكمها الأول. الولايات المتحدة تريد أن تخرج الآن بتهدئة، وهذا هو يعني ما تقدمه أمريكا بعد أن تجرح ردعها في الإقليم وبعد أن فشلت إسرائيل في تحقيق أي أهداف. لكن بفرض الآن أننا وصلنا إلى نقطة لم يتحقق فيها استجابة إسرائيلية، علما بأن الاستجابة الإسرائيلية أنا أعتقد أنها ستكون صعبة جدا، ولو سألتني ماذا سيفعل نتنياهو أنا أعتقد أنه أقول أن حتى يدعوت أحرنوت بتقول أنه رد كالرفض. الرئيس الأمريكي نفسه قال أنه مبالغ فيه على رد حماس وكأنه المفاوض الرئيسي يعني. القناة نشر الإسرائيلية بتتحدث عن أنه رفض بصيغة قبول لأنه قبول ولكن. فعايز أقولك في النهاية أن كرة اللعبة ارتدت إلى إسرائيل، وهذه الكرة ستفاقم من الوضع الإسرائيلي الداخلي طبعا بتناقضاته المتشعبة جدا، لكن أنا أعتقد أن إسرائيل ستماطل برضو أملا في أن تكسب يعني أن تستثمر وقتا لتحقيق أهدافها رغم عجزها الواضح والبين عنها. أنت تصور أن بلينكين عندما وصل إلى إسرائيل اليوم كان أحد طلباته أن يجلس مع رئيس الأركان الإسرائيلي منفردا وأن نتنياهو رفض ذلك؟ طب هو السيد بلينكين جاء من أجل حل سياسي ولا جاء من أجل حل يسأل رئيس الأركان الإسرائيلي عنه إلا لو كان الحل الذي يقدم مرتبطا بالأوضاع على الأرض؟ وطبعا الموضوع النقاش مطروح طويلا، لكن مرتبطين بنشرة الاخبار دكتور احمد، يعني الحقيقه يعني بنعتذر لحضرتك، كان نفسنا نسمع تحليل وافي، لكن يكون لنا لقاء ان شاء الله في الفتره اللاحقه. شكرا جزيلا دكتور احمد عز الدين الكاتب الصحفي والمفكر الاستراتيجي، شكرا جزيلا لحضرتك. فاصل قصير مش الكرام، بعده نشره اخباريه جديده، تقبل تحياتي وتحيات فريق العمل، الى اللقاء. وسط مدينه خان يونس.